عيسى العطواني مراسلنا من بابل، تفضل عيسى. نعم. ما الذي لديك يعني آخر تطورات التظاهرات في محافظة بابل؟ كنا ربما قد تحدثنا أمس عن 4000 متظاهر شهيد في تلك المحافظة تم تشييعه، ماذا عن حيثيات التشييع، ربما أيضا الشعارات التي رافقت التشييع المشيعين؟ عفوا. هذا صحيح، هذا صحيح، تم تشييع الشهيد اليوم، وفي خطوة لتهدئة الأوضاع قامت سيادة شرطة بابل بفتح الطرق ورفع حظر التجوال والمشاركة في تشييع الشهيد الشاب الذي سقط في تظاهرات يوم أمس. بدأت الحركة طبيعية اليوم في شوارع محافظة بابل، فتحت الأسواق صباحا وفتحت الشوارع صباحا. الآن أنا موجود في تظاهرة جديدة، انطلق المتظاهرون بأعداد كبيرة مقاربة لأعداد يوم أمس، أي ما يعادل أو ما يقارب ل4000 تظاهر أو أكثر. أنا الآن موجود وسط التظاهرة، التظاهرة سلمية، لا يوجد أي خرق أمني لحد الآن لا من قبل المتظاهرين ولا من قبل الشرطة. مكان تواجدنا الآن وتواجد المتظاهرين بالضبط أمام بناية مجلس محافظة بابل. سأتحدث وسأوجز المطالبات التي رفعها المتظاهرون. أول مطلب رفعه المتظاهرون هو استقالة جماعية للحكومة الحالية. هم يعتقدون بأن الحكومة الحالية وسابقاتها هي حكومة فاسدة وفشلت في بناء البلد، لذلك يطالبون هؤلاء المتظاهرون يطالبون باستقالة جماعية لجميع مفاصل الدولة، مجلس النواب والحكومة، حكومة رئيس الوزراء، وإلغاء مجالس المحافظات. طالبوا إلغاء مجالس المحافظات واستقالة جماعية للحكومة، وهم يطلبون بأن جميع من ساهم في الحكومات السابقة والحكومة الحالية يتم استجوابه واستعادة الأموال التي أخذها بحق أو بغير حق من خلال تواجده في السلطة، وهم يطالبون باستبعاد جميع المسؤولين من الحكومات القادمة التي ستأتي. هم يطالبون بأن تشكل حكومة جديدة من قبل أكاديميين وخبراء وأساتذة الجامعات من العراقيين الذين لم يشاركوا في الحكومات السابقة. كما ذكرت الأعداد هنا تقريبا أكثر من 4000 متظاهر، والتظاهرة سلمية. هل رافق عيسى، هل رافق يعني رفع حظر التجوال إعادة خدمة الاتصال الإنترنت بشكل يعني كبير إلى محافظة بابل أم لا؟ في محافظات الفرات الأوسط والمحافظات الوسط والجنوب جميعها قطع تام لخدمة الإنترنت، وهناك قطع للطرق المؤدية والرابطة بين المحافظات. أنا أتحدث من محافظة بابل وحتى البصرة، جميع محافظات الوسط والجنوب مقطوع عنها الإنترنت ومقطوع عنها خدمات الاتصال الأخرى. خدمات الاتصال الهاتفي موجودة لكن ضعيفة، وهذه المحافظات التي ذكرتها مقطوع الطرق التي توصل بينها، أي أن أبناء المحافظة لا يستطيعون زيارة المحافظة الأخرى بسبب قطع الطرق ما بين هذه المحافظات. أيضا هذه المحافظات، أي محافظات الوسط والجنوب، شهدت ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية بسبب الأحداث الجارية. حسب علمي أن الاحتجاجات مستمرة في محافظة ذيقار ومحافظة ميسان والنجف وكربلاء، وفي بابل التي أنا موجود فيها حاليا أيضا الاحتجاجات. الآن أنت تسمعين ما يردده المتظاهرون. أنا وسط المتظاهرة، المتظاهرون يرددون الشعب يريد إسقاط النظام. أنا أضعكم الآن مع صوت المتظاهرين على الهواء مباشرة، وهذه التغطية الحصرية من قبل قناة الفلوجة. نعم، وصلتنا بالتالي تلك الصورة فيما يتعلق بمحافظة بابل لهذا اليوم. عيسى العطواني مراسلنا من بابل، شكرا جزيلا لك.